بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذكرنا في الحلقه السابقه كنا في سوره الفتح طبعا ناخذ بعض الاحداث الظاهره ونصحح يعني بعض المعلومات ونستفيد في هذا الشهر الكريم يعني ان يكون القران حاضرا مع النبي عليه الصلاه والسلام النوران حاضران و انا اعرف ان كثيرا مما نقول يحتاج الى شرح أفضل وبحث أفضل ولكن كما قلنا نأخذ الأشياء الظاهرة فسامحونا على التقصير نعم ثم ذكر الله كما قلنا أنه في الحلقة الماضية أن من أسباب صلح الحديبية وجود نساء ورجال مؤمنون داخل مكة ولو أذن الله في القتال لأصيب لا هؤلاء هذه من الأسباب طبعا من الأسباب أنهم أتوا عمره فقط من الأسباب أن الله يأمر بالسلم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقيمة السلم في القرآن الكريم حتى من صدوا عن المسجد الحرام يجب أن تعدلوا وتتعاونوا معه على البر والتقوى الله يقول ولا يجرمنكم شَنَاءً قوم أن صدوكم عن المسجد عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حتى الكافر المحارب الذي صدك عن المسجد الحرام يمكن أن تتعاون معه على البر والتقوى، كيف؟ يعني مثلا في فقراء في مكة واليتيم والفقير في القرآن مطلق ليس إلا في بعض الكفارات رقبة مؤمنة، لا لكن اليتيم مطلق يجب إكرام اليتيم وإعطاء الفقير والحث على إطعام المسكين مطلق، فهذا بر وتقوى، فقد يكون عند المسلمين فائض من مال مثلا وهناك فقراء في مكة فيرسل اليهم وتتعاون مع زعماء قريش ونحن نريد ان نتصدق على فلان او فلانه او العجوز الفلانيه هذه رساله الاسلام هي هذه فلذلك آه يعني السلم كما قلنا السلم والتعاون على البر والتقوى هو الاصل حتى مع وجود القتال الغريب ان المسلمين ضيعوا هذه المعاني وأصبحت الأحقاد والضغائن يعني مرتفعة جدا فيما بينهم، دعك من مع الآخرين، مع الكفار الآخرين المحاربين، المحتلين مثلا أو نقول الأعداء. فأصبح المسلمون مع بعضهم كما نسمع تحاصر مناطق لا يدخل إليها غذاء وتحاصر يعني تحاصر أحيانا بلدان ومناطق و فلماذا هذا؟ و والله عز وجل قد أمر بالبر والتقوى مع الكفار المحاربين يمكن البر والتقوى معهم وهذه من الدقائق في كتاب الله ولا يجرمنكم أقصد هذه الآية ولا يجرم ليست هنا هي في في صورة أخرى من الصور المتقدمة ولا يجرمنكم شناء في المائدة ولا نعم ولا يجرمنكم شَنَاءً قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى معهم هذه من المعاني التي ايضا ايضا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان ايضا وجود الضعفاء والمساكين داخل مكه من اسباب الحديبيه هذه المعاني كثيره في القران لعلها الاصل والرسول رحمه مهداه ولكن كما قلت السلاطين الثقافه السلطانيه التي وضعت اخفت هذه لانها متوحشه والا ان الملك او الخليفه في ايام الامويين والعباسيين ومن بعدهم ما يهمه هو مرتاح في قصره ولا يهم يعني آه ما يهمها ما يقع في الناس من آلام على كل حال ثم يقول الله عز وجل في الآية 26 يعني بعدها مباشرة إذا جعل الله إذ آسف إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الذين كفروا عندهم هذا الحمية وأبوا وك يعني وأيضا أصروا وكادوا أن يهلكون أنفسهم وأهليهم مع أنهم انهزموا إلى بطن مكة لكن نتيجة الحمية الجاهلية وهي موجودة اليوم الحمية الجاهلية موجودة بس في شكل اسلامي زينها الشيطان بأحاديث وضعها في غير موضعها او موضوعة او آيات وضعها في غير ما وضعها الله فيه اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وأهلها آسف وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليمًا. هنا يتحدث الآيات أيضًا تتحدث عن مسألة الجوانب الإنسانية أن هؤلاء عندهم حمية الجاهلية بينما الله أنزل سكينته من الثقة من الخشوع أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى فالتقوى كما شرحنا غاية التقوى بأنها تتمحور أو تتلخص في كف الأذى والاعتداء وأنه قد يعتدى على رجال مؤمنين ونساء مؤمنات وناس ضعفاء ناس ما لهم ذنب قد يطأوهم أثناء ال... يطأون أثناء المعركة يعني ي... يص... إما الوطأ المباشر بمعنى تطاؤهم الخيل أو المقصود الإصابة أن أن يصابون فهذه من أسباب صلح الحديبية التي أيضا لا يركز عليها كتابات التاريخ والمؤرخون لا يركزون على هذه الجوانب الإنسانية يفكرون <applause> عفوا يفكرون تفكير السلطة المؤرخون غالبا أن ماذا مصلحة النبي وكيف سيفعل ويتفرغ وكيف كذا ما ما يركزون على أمور الله ذكرها أنها أيضا لولا هي لسلطهم لسلط المسلمين على كفار قريش وصارت معركة داخل المدينة وربما أدت إلى وقوع ضحايا كثيرين من حتى من المؤمنين يخفون ايمانهم ايضا موجودون هناك. فكلمة والزمهم كلمة التقوى، التقوى هو هذا كف الاذى والعدوان وكانوا احق بها واهلها يعني كانوا هم كانوا اهلها. طبعا هناك قراءة عند ابن مسعود لا يحتاج الاشارة اليها لكنها في نفس المعنى. ثم يقول الله عز وجل لقد صدق الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا الحق لأن النبي رأى في رؤيا أنهم سيطوفون حول البيت وكذا فبعض لما تم صلح الحليبيه بعض المنافقين أو الشكاكين قالوا ألم ترى وكيف كيف وعدتنا وأخلفت يا رسول الله؟ يعني بعض ضعيفي الإيمان وبعض المنافقين أيضا قالوها انت وعدتنا اننا سنحلق ونقصر لكن قال انا رايت رؤيا ولكن لم اقل لكم ولا اعلم الغيب هو سيتم سيتم لكن في هذا العام في عام اخر فبداوا يشكون بعض ضعيفي الايمان بداوا يشكون ويقولوا يعني يشكون في النبوه فهنا الله عز وجل كان هذه الايات نزلت بعد عمره القضاء التي سميت عمره القضاء في العام السابع في العام السابع الحليبيه في العام السادس والاتفاق في صلح الحديبية على ان يعتمروا العام القادم. فهذه الايه كانها نزلت في عمره القضاء، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك من دون من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هذه أيضا يعني لها ارتباط بعمرة القضاء سواء لأن لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق واضح أنها تحققت هذه الرؤية ف... وطبعا الحديبية صار فيها شك كبير عند بعضهم وكانت فتنة واختبار أيضا لأن الله قد قد يعطي رسوله أشياء للاختبار لاختبار أصحاب القلوب اللينة يعني مثلا يعطيها الخمس يجوز له الزواج بتسع له فيء له صلاحيات لا ترفع الأصوات عنده كذا هذه ظاهرها ظاهرها هو هو تعظيم هو تعظيم به يشك المنافق او ضعيف الايمان بان محمد يريد ان يجعل لنفسه هذا الهيلمان والاموال وكذا بينما لو تتامل في الواقع بان الخمس الاموال التي تاتيه من الخمس فيوزعه يوزعه وقد يستلف وقد يقترض في اخر عمره والازواج اللاتي تزوجهن لهن اسباب خاصه واكثرهن طبعا لم يكن اكثرهن يعني كبيرات في السن بس هي مظاهر لفتنه لمن كان إيمانه ضعيف وأراد أنه يعني يتحجج الله غني عن العالمين قد يعطي رسوله لا ترفع أصواتكم رفع الأصوات عند رسول الله يبطل الأعمال قد يقول بعض المنافقين عجيب هذا محمد يجعل له المال والخمس والزواج بالتسع وكذا حتى يكفر لأن الله عز وجل يضل إذا لم تتعهد إيمانك وترقيه أضلك بهذه الشكوك التي لو تأملت في باطن هذا الخمس لا يحتفظ النبي ما أعطى فاطمة خادمة تخدمها وتعجل لها ولم يعطي أهل بيته يعني مثلا في مسألة الخمس والفيء والأموال والعطاء والمغانم أبدا كان النبي حياته وهو في مكة كحياته والدنيا في يده في المدينة فينبغي الانتباه إلى اختبار الله وابتلائه وهذا معنى أنه يريد الله أن يظلهم بعض الناس لا يتعاهدون إيمانهم ولا يقوونه فالله يظلهم بمثل هذه الخصائص إن شاء الله بعد الفاصل نتوسع فيها بسم الله الرحمن الرحيم نعم اذا فقلنا هنا طبعا هو ذا ال ال الوعد الرؤيا التي راها النبي هي من هذا ال من هذا الجنس من جنس انه قد يعطى النبي بعض الخصائص ال المك في المكانه او في المال او في حتى في الرؤيا ايضا ثم يعني يرى رؤيا ويخبر بها انني رايت اننا نطوف بالكعبة يخبر بها قبل الحليبية ف فالناس أو الذين أه يعني يظنون أنها هذه ثم لما يحدث صلح الحليبية يظنون أن يتخذون هذا شك في النبوة فلما يبين لهم أنه ليس أنا رأيت الرؤية وحكيتها لكن لا أعرف متى تتحقق طبيعي ولكن بعضهم صعد الموقف صعد الموقف وشك و وفي هناك قصص عجيبه فتنه عجيبه يوم الحديبيه ولم يقصروا يعني لما امر النبي بالتقصير والتقصير والحلق دليل على انه خلاص في هذا المكان سنرجع نرجع يعني لم ينفذوا طبعا بعضهم بايمان وبحرقة وبعضهم ربما شوقا وذكريات الى مكه وبعضهم لضعف ايمان انكر فيها في تفاصيل في في اصحاب ال فيما جرى في الصحابه وفي في الحديبيه. على كل نعم اذا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون هذا في عبرة القضاء في العام السابع فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فجعل من دون ذلك فتحا قريبا له فتح خيبر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اخر آية من سورة الفتح ويثني الله على محمد والذين معه محمد رسول الله والذين معه من هم الذين معه؟ هنا تفهم هذه الآية ايضا تفهم خطأ تفهم على ان كل من مع النبي المعية العامة لا هذه المعية مقيده هنا محمد رسول الله والذين معه ما صفاتهم الذين معه حقيقة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هذه الآيات هي في وصف الصحابة النموذجيين وليست وصفا في كل الذين كانوا مع النبي معية عامة وانما هذه المعية الخاصة وهذا هذان مثلان مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فلذلك ينبغي أن أيضا هذه من الآيات التي تتخذ أحيانا يتخذها التيار للثناء على كل من كانوا مع النبي طيب هذه نعم لكن في شروط من هم الذين كانوا مع النبي مع لأن كلمة مع لأنه في آيات أخرى ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني في, في آيات ليس كل مع مع يعني المع الجسدية غير المع بالقلب والجسد والإخلاص يعني قد يسافر يعني قد يسافر معك من يسرقك هل هو كان معي فلان؟ المعيه واسعه في هناك معيه عامه وهناك معيه آه معيه خاصه وهي الممدوحه هنا انا باتي بايه عن يعني حتى المنافقين كانوا معنا كانوا مع النبي كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام ينادونهم هذا الله يذكر عن المنافقين والمنافقات في في اليوم الاخر ينادونهم يعني ينادون المؤمنين المؤمنين ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى فالمؤمنين كانوا فالمنافقون كانوا مع المؤمنين هذه حقيقه لكن لكن هل هل هم الاصحاب معه هنا هل يدخلون في معه هنا محمد والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم؟ لا المنافقون ذكر الله صفات اخرى يخادعون الله والذين امنوا وذكر انهم يسرون بالموده الى الذين كفروا وانهم يتولون قوما غضب الله عليهم ينبغي التفسير من القران تماما ما يحتاج ان يعني ليس لا يحتاج الموضوع لا خصومه مذهبيه ولا تنابز بالالقاب ولا هي هذا محمد رسول الله والذين معه ما 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 هو مثال الذين معه المخصوصون بالمدح من هم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجلا يبتغون فضل ابن الله ورضوانه وصفات طويلة هذا الذي هؤلاء هم الذين مع النبي أما الذين المنافقون قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى كنتم معنا ولكن ماذا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم آسف فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس النصير فمع هنا في المنافقين غير مع التي اثنى الله بها على الخلص من الصحابه فاتباع الثقافه النفاقيه غالبا يريدون تعميم أن مع هذا خلاص أنه وعد على الله ختم نهائي دائما يحبون الأختام النهائية الـ الـ أتباع الثقافة النفاقية والذين في قلوبهم مرض والسماعين لهم غالبا يحبون الأختام النهائية أنه يجب على الله خلاص الله قد قال فهذا ختم هذا لا الله ما عنده هذا الله يجعل الضوابط من هم الذين معه ذكر أمثلتهم ذكر نموذجهم نموذج أعمالهم بس من خالف من كان مع رسول الله لكن ليس شديدا على الكفار ولا رحماء بينهم ولا يبتغون فضل الله وانما الذين يصيبونها وامراه ينكحونها ولا هل ينطبق عليهم؟ بالتاكيد لا بس من القران في القران ما في ما يحتاج المساله يعني لا الى عصبيات يحتاج الى باحثين المسلمون يحتاجون الى باحثين يبحثون عن المعلومه لا يحتاجون إلى مذاهب ولا أحزاب ولا خصومات ولا تيارات يكفينا مذاهب وخصومات نريد أن نعرف من هم الذين مع النبي حتى في آخر الآية أيضا الله يقول وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم يعني من الذين معه أيضا هناك قيد منهم لم يقول وعد الله الذين معه وعد, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فهذه طبعا هذه نهاية صورة الفتح بالتأكيد هناك مباحث كثيرة تحتاج أن تبحث في في الحلقة القادمة أظن إذا بقي نعم في الحلقة القادمة سنتحدث عن صورة الحجرات وهي أيضا صورة مهمة جداً وفيها تأديب يعني طبعا الحجرات هي نزلت بعد الفتح الحجرات في العام العاشر وصورة الفتح في الحديبية وفي جزء منها بعمرة خاص بعمرة القضاء في العام السابع و أما صورة الحجرات فهي في العام العاشر أيام الوفود أيام وفود بني تميم وغيرهم وكان هناك ايات في عدم في تحريم التقدم والاقتراحات بين يدي النبي والتظاهر بين بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام وسبقه بالقول والتجادل بين يديه ورفع الاصوات وان هذه قد تحبط الاعمال كيف قد تحبط الاعمال هذه ان شاء الله يعني ناتي لها تفصيلا في في الحلقه القادمه ولكن يهمنا هنا ان عندما نعرف نزول الصورة، سبب اقصد وقت نزول الصورة، زمن نزول الصورة تستطيع ان تعرف من هذا كله كيف كان المجتمع يعني كيف كان النبي يعاني، يعني تصور النبي في حيائه وكذا كما في الحجرات مثلا واناس يتخاصمون بين يديه ويرفعون اصواتهم حتى ينزل امر الهي بتقريعهم وبتهديدهم باحباط الاعمال هذه يعني يمكن اقرا ايتين للتشويق حتى تاتي الحلقه القادمه يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا في سوره الحجرات يا أو اول سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. لماذا هذا هذا في اخر عهد النبي كان هناك آه يعني او او هناك زعامات تقريبا يعني كانها تريد ان تظهر للوفود بان لنا الكلمه بان لنا الكلمه يظهر لي ويرفعون اصواتهم وكذا و وقد يكون ايضا من المعنى من باب تاديب هؤلاء للسماع لنبيه عليه الصلاه والسلام والاستسلام لما يقوله وطاعته واتباعه والادب معه والا ترفع الاصوات قد يكون ايضا هذا تحذيرا اخيرا لانه في العام العاشر تحذيرا اخيرا حتى اذا اتت احداث ورفع فيها الصوت وتنازع الناس بين يديه يعني ينبغي أن نستذكر هذه الصورة هذا التحذير إن شاء الله في الحلقات القادمة نواصل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته